مرحبا، معكم المهندس نور ومعلومة على الطاير. رح نبلش هون بـ conversion of units. المعلومة انه اليونتس عندنا بيس يونت، عندنا مالتيبل يونت، عندنا ديرايفد يونت. شو يعني بيس يونت؟ بيس يونت بتتضمن هدول فقط اللي هم بيحكوا عن اللينث، عن الماس، عن المول، عن التايم، تمبريتشر، الكتريك كارنت، واللايت انتنسيتي. بتتقسم اليونت ل اس اي، سي جي اس، اس اللي هم اليونت تبعت الاس اي، في امريكان يونت، وفي البريتش اللي هي السي جي اس. هلا المالتيبل يونت اللي هي بتكون فانكشن للبيس يونت، الديرايفد يونت اللي هي بتكون مشتقة من البيس يونت. يعني لو بدنا نيجي نروح عند السؤال، السؤال شو بحكي لي؟ بحكي لي السؤال convert 23 pound dot foot per minute تربيع. نيجي عند كيف بدنا نعمله. أول إشي بنعمل زي شكل الشجرة، 23 pound per minute تربيع. نيجي عند الباوند، أنا عندي كل واحد باوند شو بيعطيني؟ بيعطيني 1000 كيلوغرام. طيب إذا الباوند مع الباوند بتروح، شو ضايل عندي؟ ضايل عندي فوت ومن التربيع. الفوت أنا شو بدي أحولها؟ بدي أحولها لسنتيمتر. فبالتالي أنا الفوت، أنا عندي كل واحد فوت حسب الجدول اللي هو الconversion table، شو بحكي لي؟ بحكي لي كل واحد فوت شو بيعطيني؟ بيعطيني 30.48 سنتيمتر. 30.48 سنتيمتر. اخر اشي هيك فوت مع الفوت بتروح، بضل عندي المينت تربيع، بدي احولها لسكن تربيع. فبالتالي بحكي كل واحد منت، كل واحد تربيع من التربيع بيعطيني قد ايه؟ بيعطيني 60 تربيع سكن تربيع. هيك بتطلع عندي المعادله، وبيطلع عندي الجواب كالاتي اللي هو 88 بالالف كيلوغرام دوت سنتيمتر على سكن تربيع.